السلام عليكم أصدقائي، اسمي ديما الحكيمة، ودي أسولف معاكم وأقول لكم أحلى القصص والمواقف المفيدة. هالأيام اللي نعيشها بفيروس كورونا دايما أسمع الكبار يقولون كلنا مسؤول. سألت أمي: ماما شلون أكون مسؤولة وأنا عمري 7 سنوات؟ قالت لي إن المسؤولية للكبار والصغار بعد، والدليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أسامة بن زيد رضي الله عنه لإمارة الجيش وكان أصغرهم سناً. خلونا نفكر مع بعض شنو ممكن نكون مسؤولين عنه أنا وياكم ونساعد مجتمعنا. لقيتها، طبعاً ألعاب البورد جيمز قايم سوقها بهالفترة، من أونو ليقول لا تقول ويخلص يومنا على غالب ومغلوب. ولي شفنا لعبة من ألعابنا انكسرت ولا انشقت، يما صراخنا شايل وكل واحد يقطع الثاني. ايش رايكم نتفق لما نلعب بالبيت ونشوف شيء من أغراضنا انكسر مو بسرعة نظن ظن سوء، وهذه أول مسؤولية ممكن تحملها. ولازم نتأكد وما نظلم إخواننا وحبايبنا ونتفاهم بكل هدوء، ايش رايكم؟ قالوا وقلنا وراحوا وشلنا، سمعتي فطوم؟ مو تدزين فويسات، شفتوش صار؟ شفتوش قالوا؟ لا ما نبي، سمعيني وشوفيني، شفتي هالورقة؟ شقيتها وقطيتها وليت باكر ما رح ألقاها، تدرين ليش؟ لأنها طارت وانتشرت أجزاءها بكل مكان، نفس الإشاعات والكلام الخاطئ. خلونا مسؤولين.